أو ما خرج الحديث لأجله. فهذا لا إشكال فيه، هذا اقتباس يسمى، ما يسمى إنزال للحكم على هذه المسألة، هذا اقتباس. كان يستدل بعض الناس مثلا بلفظ في القرآن أو في السنة على قضية جاءت مناسبة الاستدلال فيها، يعني ليس بالضرورة أن تكون بنفس الحادثة التي وقعت وجاء النص بها من عند الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. يا شيخ، معليش اسمح لي بس مداخلة بسيطة في هذا الجانب. أن يسمع الصغار حديث شريف في موضوع هام آخروي يتعلق بالآخرة ويقحم في قضية بين الاتحاد والأهلي أو النصر والهلال، يعني أنا أرى أنه هذا جانب خطير. هو من استشهد، أنا لا أحكم على قضية بعينها. أن تسألني عن قضية استشهاد بشكل عام بجزء من نص أو غيره، الاستشهاد بجزء إذا كان في مناسبته دون المساس بمعنى النص أو الخروج عن هذا المعنى أو تعريض المعنى للامتهان، فهذا لا بأس به، يعني شرعا لا بأس به. وقد ضمن بعض أهل العلم بعض يعني ألفاظ من السنة في 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 قصائد، وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته ذكر أحيانا نصوص للحديث في نونيته. أنا أقول إذا كان التضمين الذي تتحدث عنه للفظ دون إنزال تلك الواقعة التي جاء في هذا اللفظ على هذه الواقعة، فهذا أمر لا بأس. مع أني أرى في العموم أن النصوص أسمى من أن تنزل في قضية اللعب والرياضة. صحيح. أما مسألة سؤالك الآخر، سجود اللاعبين اللي يعني حتى الصحف العالمية كتبت عنه لما سجدوا اللاعبين السعوديين في كأس العالم. أولا دعني أصور لك بصورة أخرى. أحيانا يرى بعضهم أن هذه نعمة، فهو يقول إن هذا من باب شكر النعمة، هو يرى هذا، وقد يكون هناك من يفتيه. وإذا كان النظام هناك لا يمانع هذا فالحمد لله، لكن نحن عندنا لا ينبغي أن يعلم بهذه الشعائر ولا يجوز، فالأنظمة عندنا تمنع هذا. يا شيخ اسمح لي أخي، اسمح لي. هم كما أنهم يمنعون أن تستغل تلك المباريات للشعارات السياسية، وقد منعوا شخص مثلا من أن يرفع شعار الرفع عن غزة وعاقبوه وغير ذلك من الأمور التي جرت وأنت تعلمها أكثر مني. متابع جيد للرياضة الشيخ. إن هذا التصرف منهم إذا كان مأذونا فيه وتبيحه أنظمتهم والمسلم اعتمد فيه على رأي من يرى أن هذا من شكر النعمة ويرى أن هذه نعمة فهو شأنه، لكن أنا أقول أنه ينبغي أن يرفع جناب هذه العبادات عن مثل الكرة والرياضة. أما نحن في جزيرة العرب في بلاد التوحيد ينبغي أن نراعي جانب أنه لا يجوز أن يستعلن الكافر فيها بدينه، لا يجوز، هذا شرعا حكم من الله أنه لا يجوز كونه يختلي في بيته ويمارس عبادته، هذا شأنه. لكن أمام الناس لا، ألا لا يبقى في جزيرة العرب دينان، ولا يجوز لغير المسلم أن يمكن من إقامة شعائر هذا الدين في 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 بلد التوحيد، في بلد الشريعة، في منبع الرسالة. هذه الأمور بالنسبة للرياضيين هي كفتوى ولا انه ربطا بحديث الرسول يا شيخ سليمان؟ هو الرياضي ملزم باحكام الشريعه، من قال لك ان الرياضي وغيره يخرج عن احكام الشريعه؟ ما في احد، هذا شيء نعرفه احنا، كلهم ملزمون باحكام الشريعه. فالمسلم احنا ما خرجنا الرياضي، متاكدين من هالشيء، متاكدين. اذا احد فعل ضد ذلك هو مخطئ. انا اخص الرياضي، لماذا؟ لان هذه الممارسات احيانا لا تلقى ممانعه بقدر ما تلقاه في 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 جهات أخرى، لأن دافع التعصب عند بعضهم وللأسف يجعله يغض الطرف عن هذا. طيب المبادرة اللي صارت من الأمير شيء جيد بعد، أنا أقول هذه مبادرة وأحيي في هذه الشجاعة وأحيي في هذا التواضع وأحيي في هذا الخلق. يا شيخ، يا شيخ أنا عندي 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 الآن تعليق على 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 تصريحك. أنت تقول تطالب رعاية الشباب بحماية الجماهير من التنصير، نحن في بلد تعرف تماما محصنين في هذا الجانب ومتدينين بالفطرة، لكن المسألة أيضا اللي تتحدث فيها على أن الرياضي، في رياضيين كثير تعرفهم الآن بيأثروا في كثير من الأجيال، سواء من خلال أشرطة، محاضرات،
وانت تدركهم اسماء نجوم كره قدم ورياضات اخرى. تعرف يا الشيخ ايضا انه كثير من اللاعبين الاجانب والمدربين الاجانب جاءوا للمملكه العربيه السعوديه وتاثروا طبعا، وكثير منهم اعلنوا اسلامهم يا الشيخ، فما ما نظرت للموضوع من هذه الزاويه. اما مساله اولا العنوان هذا اجتهاد من الصحيفه وليس مني. انا قلت طالب رعايه الشباب بحمايه الجماهير من التنصير ابدا، هذا اجتهاد من الصحيفه. اما ما ذكرته انا فهو ما دون في في, في في اصل الخبر. وبالمناسبه يعني انا من ابتدى بارسال هذا التصريح دون ان يطلب مني، انا من ابتدى وارسلته لاكثر من 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 جهه. جميل. هذا للتوضيح وحتى لا يظن بي او بغيري ظنا سيئا. لا بس في جانب جميل، جميل الجانب، في الجانب الاخر اللي سالك عنه في الرياضه كان يفترض الشيخ ايضا تتحدث عنه. عن اللي هو ايش؟ الجانب النجوم اللي الان عندهم اشرطه ومحاضرات ومؤثرين في الشباب، ايضا المدربين واللاعبين الاجانب اللي جاؤون المملكه العربيه السعوديه واسلموا، ايضا المحاضرات اللي احتضنتها الانديه سواء من خلال كثير من المشايخ، من ضمنهم حضرت انا اكثر من محاضره في النادي الاهلي لكبار العلماء وفي النصر حدث وفي الهلال. هذا شيء، هذا شيء من الواجب الذي ينبغي ان تقوم به الانديه. طيب. ان تحتضن هؤلاء. طيب. مثل هذا لا يذكر لانه هو الاصل. لا. المفروض انه هو الاصل يكون في الانديه، ان يكون التوجيه والتوعيه في الانديه، وتكون هناك ويكون هناك استقطاب للمشايخ والدعاة وتصحيح بعض الاخطاء. أنا حينما طالبت حماية الشباب من يعني لأننا رأينا وللأسف مظاهر مؤلمة، رأينا هناك في المساجد تجد الشاب أحيانا يصف أمامك ويحمل صورة رجل ليس على دينك، بل تجد قد يكون أحيانا من أعدائك. يا شيخ الفنايل هذه ما هي موجودة عندنا، مسألة الإشعارات اللي بتتحدث عندها ما نشاهدها في الملاعب ولا نشاهدها أيضا في الأندية. نشاهدها في المساجد يا أخي، ليه نروح بعيد؟ نحن نشاهدها في المساجد، أنا رأيتها بيوم عيني في مساجد الرياض. هنا دوركم إذا يا شيخ. نحن نبذل دور، لكن خارج نطاق الرياض. يا محب، الرياضة لا يعني خلنا نقول والشباب لهم ولها متابعتها، والشباب يتأثرون بما يقال حولهم وبما يشاهدون. جميل. بس يعني أقول حاجة مهمة، هذا أكبر دليل على أنها طالما الشيخ شاف، أكبر دليل على أنها لا تؤثر في هذا الشخص وأنه يتعامل مع هذه الصورة على أنه لاعب، والدليل رايح للمسجد عشان يصلي وهذا اللاعب لا يعنيه. يعني أكبر دليل أنه يعني لو كان حيأثر كان ما جل. لكن أنا أعتقد المسألة التشدد قد يؤثر على عقيدته وهو يصلي، قد يؤثر على عقيدة الولاء والبراء. أنت هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. حينما تسمع، اسمع بارك الله فيك، حينما تسمع شخص يقول إن فلان أحب إليه من فلان، وإن كان يصلي ويحضر صلاة الفجر قبل الإمام قبل المؤذن حتى، وإن كان يقوم الليل ولا يفوت شيء من 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 التهجد، هذا الرجل حينما يقول إن فلان النصراني الكافر أحب إلي من هذا الرجل المسلم، حتى وإن كان من نادي معادي له أو خصم له أو 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 لا أو لا. شيخ سامان، أنت دخلت الولاء والبراء، هذا خلل في العقيدة، وهذه قضية أخرى يا شيخ. هذا خلل في العقيدة، هذا خلل كبير، هذا يقدح في أصل عقيدة هذا الرجل. جميل. بس خلينا نختم مع أبو سليمان في المداخل. مساء الخير يا شيخ. حياك بس الله. أنا ودي الحقيقة أتأكد من هذه المعلومة. أنا صراحة عايش في الرياض، في حياتي ما شفت أحد يدخل مسجد ولابس قميص عليه صورة نهائيا. والله يعني أنا فعلا رأيت يا شيخ في الجوال وأرسله لك، ولا شلون الطريقة لأجل تتأكد؟ أنا ما لن أكذب لأجل لا حساك، لا تقرير مسألة، لا بس عجيب غريب الأمر صراحة، لأنه لا هذا موجود، قد نرى أرقام لاعبين، قد نرى أسماء أندية، شعارات أندية، لكن صورة أنا في صراحة وصور لاعبين وصور ممثلين وصور فنانين وغيرهم في المسجد. بعضهم يا شيخ، بعضهم يا شيخ يكون نعرفهم يعني يكونون معانا، يكون لابسها وقت الصلاة يروح يغير، أي غير أو يسلم يقول معك تيشيرت عشان يصلي بدونها. يعني ما الداعي للبسها أصلا؟ أنا أقول لك بس على القضية، ما أتكلم أنا عن لبسها أنه خطأ أو صح، أنا ما أتحدث، أنا أعطي التحليل أو التحريم. أنا أقول لك أن بعضهم حتى مو في المسجد. أقول ما الداعي أولا للبسها، ثم هي موجودة. يعني أنت الآن تقول أنه هناك من يلبسها، يعني هي موجودة والأسواق الآن مفتوحة يا الاخ سليمان او محمد، ممكن يذهب الى السوق واذا لم يجد فيتصل. لا موجوده، موجوده، هي ما قلنا مش موجوده يا شيخ سليمان، انا اتكلم عن المسجد فقط،
أنا عايش في الرياض صار لي الآن 30 سنة وأذهب أحيانا للقصيم، ما في حياتي شفت شاب دخل المسجد وعليه صورة أيا كانت هذه الصورة. لا أقول من حافظ حجة على من لم مقدم على من لم يحفظ، أنا أحفظها ورأيتها ولن جميل شيخ، لست بثقة وإنما لأني رأيت. جميل شيخ، احنا أبدا ما نكذب ما رأيت نهائيا، وهذا قال أبو سليمان. احنا نشكرك على مداخلتك، واحنا نقول يعني نقول الشيخ أنه الرياضة حمتنا من أشياء كثير والله، يعني زين أن الرياضة فيه، لو الرياضة من فيه ما نبغى نتصور الأحداث اللي ممكن تصير، خاصة للشباب أنها شغلتهم عن أشياء أسوأ بكثير مما يتصور. تسمح لي بتعليق على كلمتك هذه؟ تفضل. لماذا نحن دائما ننظر إلى الأمور بهذه النظرة؟ ينبغي أن نقول نحن محتاجون إلى أكثر، فالله سبحانه وتعالى حينما رسم القدوة لم يرسمها بمن هو أقل منا، بل رسمها بمن هو أعلى منا. المفروض أن نقول نحن بحاجة إلى تطوير أنفسنا، بأن نكون أرقى من أن ننتظر حتى تنتشلنا هذه الكرة من أخطاء ربما تكون أكبر وأشد ضرر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والإعانة، وإن كان في النفس كثير من الحديث لكن ربما وقتكم لا يسمح. والنعم بالله. الشيخ سليمان بن أحمد دويش داعية الإسلامي، شكرا جزيلا لك. وقفة قصيرة ونعود بعدها لي.